وطني وفعال للمواطن المصري، استشعارا للمسؤولية. فلا تقدم دون عمل ولا نجاح دون إتقان. فلقد قبلت المهمة ولن أرضى للنجاح بديلا بإذن الله. التحدي من سماته والصمود في الشدة من عزائمه. لا تنطبق عليه الحسابات ولا تتوافق معه نتائج الدراسات. أثبت للعالم بأسره أن إرادته يجب أن تكون. إنه الشعب المصري، ويشهد التاريخ أن قوة وإصرار الشعب المصري بوحدته وصلابته في مواجهة الأزمات كانت دوما هي الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات. لحظات فارقة في تاريخ الوطن، عندما أعلن الشعب المصري قبوله التحدي وقرر إعادة بناء دولته وامتلاكه لقوت يومه. كانت البداية بأيدي وأموال المصريين حفروا قناة السويس الجديدة، وبدأ البناء والتشييد في كل اتجاه، من استصلاح وزراعة لأراضي وبناء صوامع وإنشاء مزارع سمكية وحيوانية، إلى تجهيز بنية تحتية من شبكة طرق بطول البلاد وعرضها ومحطات كهربائية عملاقة وإنشاء مناطق صناعية مستحدثة والبدء في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. فكانت انطلاقة نحو مستقبل أفضل بقوة دفع 100 مليون مصري يقفون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية تحت شعار تحيا مصر. وبينما كانت الدولة المصرية تتحرك في كل اتجاه للبناء والتعمير، كانت وزارة الداخلية في قلب الحدث تواكب هذا التحرك وتستعد له جيدا، تضع الخطط وتتخذ الإجراءات لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وفق منهج علمي وجدول زمني للتحديث والتطوير يؤهلها لإنجاز مهمتها الوطنية. فقد كان لزمن على وزارة الداخلية تطوير وتحديث كافة أدوات العمل الأمني لتواكب التطورات المتلاحقة في مكونات الدولة المصرية، ولتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني في مكافحة الجريمة بكافة صورها، وتوفير المناخ الآمن والجاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات، وفرض مظلة أمنية متكاملة تحمي مسيرة التنمية. وهكذا نجح الشعب المصري في زمن قياسي بجهد وعزم أبنائه في صياغة صورة جديدة للدولة المصرية، وأصبحت قناة السويس الجديدة عصبا جديدا يفتح الآفاق
لمشروعات متنوعة ومناطق صناعية وحضارية مستحدثة. وها هي المجتمعات العمرانية الجديدة أضحت مليئة بالمواطنين ووفرت لهم حياة كريمة، بل وقدمت لهم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها. كما نجحت سواعد المصريين في استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة الزراعية وحصاد القمح وملء صوامعه. نجحت الدولة في زمن قياسي من إنشاء محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء وتوفير مصادر بديلة ومتنوعة توفر الطاقة اللازمة للأفراد والمصانع. وتم الانتهاء من تشييد مصانع حديثة في مجالات مختلفة لترتفع معها معدلات التصنيع والتصدير. وكانت شبكة الطرق والكباري والأنفاق الجديدة خير دليل على مدى إصرار الدولة بشعبها على إنجاح مسيرة التنمية. ونجح جهاز الأمن في تأمين حياة المواطن اليومية والمنشآت والمرافق العامة وحماية البنية الأساسية للدولة. ومهما كانت التحديات سيظل رجال الشرطة قادرون على التصدي لأي محاولة للمساس بأمن الشعب المصري. ويبقى دائماً في قلب ووجدان كل مصري حلم وهدف ومسيرة أمل ببناء دولة قوية نستشعر فيها الأمن بفضل من الله وصلابة أبناء هذا الوطن، نحقق فيها طموحاتنا ونزرع الأمل والمستقبل لأجيال قادمة من أبنائنا. بأرواحنا، بإرادتنا، بنجاح، بطموحنا، بعلمنا، بفكرنا، بكفاحنا، بعلاقنا، بعملنا، باجتهادنا، بأصولنا، بإيماننا، بوحدتنا، بإبداعنا، حققنا بحلمنا. أنا عارف إن في ناس كتير تعبت وضحت علشان كل ده يتحقق، والنهارده جاي أقول لهم شكرا، شكرا على كل اللي عملتوه المستقبل.